في اعراض مبكره جدا، يعني بمعنى ايه؟ الطفل ابني اتولد مثلا، لقيت ان هو ما بينتبهش للصوت، الباب خبط والولد ما بصش، حاجه الولد نايم على السرير، حاجه جامده وقعت جنبه والولد ما صحيش. اوكي، الولد ما بيلغيش زي اللي في سنه، يعني ما بيتكلمش يعني، لا مش ما بيتكلمش، احنا بنتكلم على الاعراض المبكره، الاعراض لسه المبكره خالص، لسه خالص. الكلام يعني المفروض عند 6 شهور تبتدي يلاغي كده، لا الطفل ده ما بيلغيش زينا. اوكي، نبتدي شويه سنه كمان يبتدي يبقى ليه بعض المفردات اللغويه البسيطه جدا، لا الطفل ده ما بيقولهاش، ما بيقولش حاجه خالص، بنادي عليه ما بينتبهش، ما بيبصليش. ولكن مثلا ممكن يكون في برنامج معين في التلفزيون، مثلا كرتون او اعلان معين، لو اشتغل الطفل يجي جاري من الاوضه الثانيه يتفرج عليه، ولكن لما انا اكلمه غير منتبه ليه. ففي علامات مبكره عشان ابتدي اقول لا انا لازم اطمن ان انا مش متاخر، ان انا ما عنديش مشكله، ان انا في السليم، ومحتاج اعمل ايه. طيب انا يعني الام مثلا في البيت او الاب، يعني هو مثلا هيجي يكلم الابن مش هيرد، طب هو ازاي هيقدر برضه يحدد دي؟ يعني مثلا يروح لدكتور انف واذن ولا يروح دكتور تخاطب؟ الاول لان دي حاجه مهمه جدا. طبعا اول حاجه، احنا الطفل لما بيتولد بيبقى دلوقتي روتين ان احنا نعمل له السمع. اوكي، ولكن مش معنى ان الطفل كان بيسمع وهو صغير انه يبقى بيفضل بيسمع. فاحنا الاول احنا ممكن بنطمن يكون من بيسمع الاول وهو خالص، صغير وفجأة يروح مثلا منه السمع، ممكن يحصل طبعا دي اضرار تبقى مشكلة معينه تخاطب طبعا، بقى. كلها مشاكل تخاطب. ما هو لو الطفل مولود اصلا ما بيسمعش، الطفل ده محتاج التدخل المبكر عشان ما يتاخرش في اللغه. لو عندي عامل وراثي، يعني انا مثلا متجوزه حد قريبي وانا عارفه ان في العيله مثلا عندنا امراض معينه بتاثر على السمع، فانا بالتالي لما اجيب طفل لازم يبقى دايما عندي الوعي ان انا اكشف عليه والتدخل المبكر ليه، عشان تشخيصه المبكر بيساعد ان الطفل ده ما يتاخرش.